معي عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. دكتور أحمد، يعني هناك جوانب عدة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية البولندية، منها القطاع السياحي. العلاقات السياحية بين الجانبين اتسمت بالتميز، بما أن مصر أحد أهم المقاصد السياحية أمام السائح البولندية. كيف ترى مستوى العلاقات في هذا الجانب فيما بين الجانبين؟ في الواقع أن زيارة الرئيس البولندي لمصر تأتي في توقيت مهم في إطار تعزيز وتطوير العلاقات المصرية البولندية التي شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الثماني الماضية في عهد الرئيس السيسي، الذي يعطي أولوية لدوائر متعددة في السياسة الخارجية المصرية، ومنها بالطبع الدول الأوروبية والدول في شرق أوروبا، ومنها بالطبع بولندا التي يعني لديها تجربة اقتصادية مهمة يمكن توظيفها والاستفادة منها. وبالطبع أحد مجالات التعاون هو القطاع السياحي، خاصة أن مصر هي تعد من البيئات الواعدة التي تجذب السياحة الخارجية، ومنها بالطبع السياحة البولندية، والتي يعني تمثل أهمية كبيرة حقيقة في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما أشرنا، هي علاقات مهمة شهدت طفرات كبيرة. يعني الأبرز مثال هو أن مصر هي من الدول التي كانت حضرت قمة فيشغراد التي تضم بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، وبالتالي هذه الدول تراهن كثيرا على مصر والاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ومنها بالطبع الاستثمارات البولندية في إطار المشروعات القومية الكبرى، في إطار بيئة الاستثمار وتحسين مناخه ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولذلك هذه الزيارة تأتي في إطار وسياق المسار الثنائي على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، كما أشرنا مستوى السياحة، مستوى تبادل النفقات التجارية التي تزادت بشكل كبير. يعني حجم التجارة بين مصر وبولندا يعني تتجاوز أو تقارب 3 مليار دولار في عام 2021، واعتقد ان هذا تعكس حقيقه نقود وتوافر الاراده السياسيه والاراده بين البلدين على تطوير هذه العلاقات في مجال المجالات المشتركه، في مجال السكك الحديديه، في مجال التصنيع، ايضا في مجال الزراعه والقمح وغيرها من المنتجات والسلع، التي تعكس يعني ان هناك حرص كبير من البلدين، وهناك عدد من الاتفاقات التي اقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، منها مثلا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، اتفاقية النقد البحري والتعاون الفني والعلمي، واتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي بالطبع منها بولندا، كلها بتعكس حقيقة أن هناك إطار مهم وإطار قوي بيعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. كما أن في مجال السياحة احتل بولندا المركز الخامس حقيقة على مستوى العالم في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. كيف يعني يتم تعزيز هذا التعاون في ظل رئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بداية من العام الجاري؟ في الواقع أنها تمثل نقطة مهمة، لأن العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام شهدت طفرة كبيرة حقيقة خلال السنوات الماضية، وتولي بولندا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تمثل أهمية كبيرة، لأن بولندا الآن تعد أحد البوابات المهمة والرئيسية لمصر للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، وتعزيز هذه العلاقات في ظل يعني حقيقة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، والتي لها تأثيرات وتداعيات سلبية سواء على الأمن الغذائي، على الأمن الطاقة، وكل هذا يعني بيفرض أو يقتضي التعاون بين الاقتصادات الواعدة، خاصة الاقتصاد المصري واقتصاد بولندا. كما أنها أيضا في المقابل أن مصر تمثل بوابة حقيقية لأوروبا بشكل عام، ولبولندا أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى السوق الأفريقية، وأعتقد أن هذا حقيقة يعني بيعكس تعويل ورهان أوروبي حقيقة على مصر والتعاون معها في مجالات متعددة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات التغير المناخي. ونحن نعرف أن مصر ستستضيف قمة أو نسخة 27 من مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وتوسع مصر في الاقتصاد الاخضر والطاقه المتجدده، كلها بتعكس حقيقه الان يعني 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 تسارع غربي وتسارع اوروبي، وايضا من بولندا لتحقيق التنسيق والتعاون مع مصر من اجل انجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج ومخرجات قابله للتطبيق على ارض الواقع. واعتقد ان هذه العلاقه الزياره حقيقه من شانها ان تمثل دفعه قويه حقيقه للعلاقات في اطار التعاون بين مصر وبولندا، او التعاون بين مصر والدول الاوروبيه
بولندا هي يعني من الدول المهمه في الاتحاد الاوروبي، ويعني لديها حقيقه هناك ارضيه كبيره وارضيه مهمه في العلاقات التاريخيه بينهما، وهي علاقات يعني قديمه وعلاقات يعني قائمه على اسس متينه. وبولندا حقيقه من الدول التي يعني تميز بعلاقات ما يسمى علاقات يعني طبيعيه، علاقات سلسه، علاقات متميزه في اطار يعني تقارب وجهات النظر، تقارب المواقف والتنسيق المستمر والتشاور بينهما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائيه او فيما يتعلق بمواجهه التحديات والقضايا الاقليميه والقضايا والمشكلات العالميه. نعم، ذكرت ملفين في غايه الاهميه ليس فقط لدى مصر وانما لدى العالم اجمع الان، امن الغذاء وامن الطاقه. هذين الملفين إلى أي مدى تتوقع أن يكون يعني جانبا هاما أو الأولوية على طاولة المحادثات فيما بين مصر وبولندا؟ أنا أعتقد أن أمن الطاقة وأمن الغذاء سيكون أحد المحاور الأساسية والمهمة في محادثات الرئيسين الرئيس السيسي والرئيس البولندي، والتي يعني بتعكس إدراك مصر حقيقة وبولندا لأهمية التعامل والتحرك بتحركات مهمة لاحتواء آثار الأزمات العالمية التي يعني كان لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على أمن الطاقة خاصة وأمن الغذاء ومتعلق بالقمح بعد يعني تراجع أو صادرات القمح الروسية والأوكرانية إلى كثير من دول العالم، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا. وأعتقد أن يعني التنسيق المصري البولندي في مجال الغذاء في مجال القمح يمثل أهمية كبيرة ونقطة مهمة في هذه الزيارة، وفي إطار أيضا يعني الإجراءات التي اتخذها مصر لتقليل تداعيات هذه الأزمات العالمية على المواطن المصري وعلى أيضا على المنطقة. اعتقد ايضا ان يعني بولندا هي من الدول حقيقه التي يعني لديها دور مهم في زراعه القمح، وايضا لديها يعني قدرات مهمه، وبالتالي هذه الزياره بتعكس يعني حقيقه التنسيق في مجال مواجهه الامن الغذائي، ايضا في امن الطاقه، وكما اشرنا ايضا موضوع التغير المناخي ايضا سيكون يحتل مرتبه مهمه في اطار هذه الزياره وهذه المحادثات، لان الدولتين تقودان الجهود الاقليميه والدوليه لمواجهة الانبعاثات الحرارية، مواجهة أثار التغيرات المناخية. وأعتقد أيضا أن القضايا الإقليمية، الاستقرار في الشرق الأوسط والأزمات والهجرة غير الشرعية والإرهاب، كلها ستكون محاور مهمة في إطار هذه الزيارة، لا تعكس حقيقة أن هناك إطار مؤسسي للعلاقات المصرية البولندية يقوم على وجود آليات للتشاور والتنسيق المستمر على رأس القمة بين الزعيمين، بين الرئيس المصري والرئيس البولندي، التي تعكس حقيقة أن هذه الزيارات الرئاسية وهذه اللقاءات الدورية بتعكس دائما الحرص على تعزيز ودفع العلاقات الثنائية من ناحية، ومواجهة آثار التغيرات والآثار الأزمات العالمية بالطبع في مجال الطاقة ومجال أمن الغذاء، وهي بتعكس حقيقة الجهود الاستباقية نسميها الاستباقية لتقليل آثار السلبية لهذه الأزمات على الدولتين. واعتقد ان هذه الزياره ستخرج بمخرجات مهمه لمواجهه هذه القضيتين، امن الطاقه وامن الغذاء. نعم، يعني كانت هناك اشاده واضحه من قبل بولندا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومن ثم التطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي. كانت هناك اشاده ايضا بدور مصر المحوري في معالجه قضايا كانت تصب يعني أيضا لدى دول الغرب ودول أوروبا، وهو ملف الهجرة غير الشرعية وملف مكافحة الإرهاب. إلى أي مدى ساهم ذلك في التطلع إلى التعاون مع مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط؟ نعم، هذه نقطة مهمة، لأن يعني في ظل عالم مضطرب إقليميا ودوليا مع يعني مع الأزمات والصراعات، تبدو كمصر كمحور مهم يعني نموذج للاستقرار السياسي و التقدم الاقتصادي، لان مصر تسير بمسارات متوازيه لاحقاق طفرات كبيره في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي بشهاده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدوليه حقيقه، وايضا بشهاده الدول الاوروبيه ومنها بولندا. وبالتالي في ظل مشاعر بولندا والدول الاوروبيه بشكل عام للتعافي من اثار جائحه كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، الكل يضع عيونه
ووجهته على حقيقه على الاقتصاد المصري كاحد الاقتصادات المهمه التي حققت طفرات كبيره وتمثل هناك بيئه مهمه لجذب الاستثمارات تحقيق الانتعاش الاقتصادي بما يعود بالنفع بالطبع على كلا الدولتين. واعتقد ان الكل الان الاقتصاد هو المحرك الاساسي حقيقه لكل التفاعلات الدوليه، الكل يبحث عن الاستثمارات، الكل يبحث عن التعاون الاقتصادي الذي يعظم المصالح ويقلل او يحاول تعويض اثار وسلبيات وخسائر الازمات العالميه التي شهدها العالم سواء جائحه كورونا او الازمات العالميه الحاليه، وكلها بالطبع يعني هناك يعني مراهنه وتعويل اوروبي حقيقه على مصر، واحنا يعني نعرف ان مصر هي كانت الدول المهمه التي حضرت في تجمع فيش جراد الذي يضم بولندا ايضا، والتي بتعكس ان هناك حرصا من دول اوروبا خاصه اوروبا الشرقيه، وهذه الدول لديها حقيقه بولندا بالتحديد لديها تجربه اقتصاديه متميزه، هناك مزايا نسبيه، هناك ايضا كما ان لمصر ايضا مزايا نسبيه، وبالتالي هذه المزايا النسبيه لكلا البلدين والاقتصادين تمثل ارضيه للتعاون، تبادل المنافع المختلفه، هناك استثمارات بولنديه عديده في مصر حقيقه سواء في قطاع السياحه والصناعه وفي قطاع الخدمات، ايضا بولندا من الدول المهمه المستثمره في مصر، وايضا هناك يعني تزايد كبير للصادرات المصريه في الاونه الاخيره لبولندا خاصه في مجال الزراعه والمنتجات والسلع المصريه، وكلها حقيقه بتعكس الفكره الاساسيه وهي ان علاقات مصر بكل الدول ومنها بولندا تاتي في فلسفه السياسه المصريه التي تقوم على فتح افاق جديده امام الاقتصاد المصري، توسيع الاسواق ومنها السوق البولندي لتصدير السلع المصريه، جذب الاستثمارات الاجنبيه التي في نهايه المطاف تعود بالنفع على المواطن المصري وتساهم في تحسين مستوى معيشته، وهذه ما نسميه دبلوماسيه التنميه وانعكاسات السياسه الخارجيه المصريه القائمه على العلاقات المتميزه مع كل الدول ومنها بولندا، وتوظيف هذه السياسه وهذه العلاقات في دعم الاقتصاد المصري، في دعم التنميه في دعم التنميه في الداخل. ولذلك مثل هذه الزيارات، وهذه الزياره تمثل فرصه مهمه لعرض العرض الفرص الواعده للاقتصاد المصري، الاستثمارات سواء في محطة التنمية في قناة السويس أو في العاصمة الإدارية أو غيرها من المشروعات القومية التي تمثل بيئة واعدة، وأيضا هي أيضا نقطة مهمة لتعظيم دور مصر في الإقليم وتعزيز التعاون مع الدول المهمة مثل بولندا في إطار التحديات، ومنها كما أشرت موضوعات الهجرة غير الشرعية، لأن مصر والأوروبيين يدركون جيدا الرؤية المصرية المهمة التي تقوم على تكثيف البيئة الهجرة غير الشرعية من المنبع من خلال تحقيق التنمية والربط بين المشكلات وتمكين دول أفريقية وتحقيق التنمية فيها، هذا الذي سيدفع أو يمنع أن تكون هذه الدول طاردة للهجرة غير الشرعية، وبالتالي هنا هناك مصلحة أوروبية حقيقية. هي مصلحة لأن أوروبا كانت متضررة بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية. هذا صحيح، وهذا نقطة مهمة، ورأينا أن يعني حتى من الناحية الإنسانية و مراكب الموت في البحر المتوسط وتضرر اوروبا من هذه القضايا، اضافه طبعا الى هجرات من الازمات والصراعات، هناك الرؤيه المصريه تقوم على تحقيق التنميه، تسويه الازمات في المنطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا، اسكات البنادق، هذا تحقيق التنميه وحشد دعم الدور الاوروبي والدور الدولي في مساعده الدول الافريقيه على تحقيق هذه التنميه التي تمثل تحول افريقيا لبيئه جاذبه وبيئه يعني مستقره يعني وتمنع كل هذه الهجرات، واعتقد ان الغرب وبولندا وكل الدول حقيقه التي الان تتنافس حقيقه او تتسابق على تعزيز وتعوين وتدعيم تعاونها مع مصر سواء في المجال الاقتصادي والتجاري في ظل نجاح الاصلاح الاقتصادي والاقتصاد المصري الواعي، او فيما يتعلق بالتعاون مع مصر في مجال مواجهه التحديات ومنها الارهاب والفكر المتطرف وغيرها من المشكلات التي تمثل تهديد للامن والاستقرار في المنطقة، وأيضا لها انعكاسات سلبية على الجانب الأوروبي أو فيما يتعلق أيضا بالهجرات غير المشروعة، وبالتالي كلها بتعكس حقيقة أن مصر الآن هي طرف أساسي في المعادلة الدولية والإقليمية القائمة على حشد الجهود والطاقات وتحقيق التعاون بين الدول وبين الشعوب لتحقيق التنمية والاستقرار في مواجهة موجات الاضطراب والصراعات والعنف والإرهاب والأزمات المتعددة. دكتور أحمد، يعني مصر تتطلع دوما للحصول على التكنولوجيات الحديثة لمعالجة هذه الأزمات أيضا، يعني على سبيل المثال بما أننا نتحدث عن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أيضا بولندا يمكن أن تتعاون مع مصر في هذه المجالات عن طريق ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، هذا ملف شديد الأهمية بالنسبة لمصر. نعم، هذه نقطة مهمة حقيقة، ويعني كما تناولنا أن أمن الغذاء سيكون محور أساسي في هذه الزيارة في هذه المحادثات في مجال ومسار التعاون المصري البولندي فيما يتعلق
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية ومنها بالطبع القمح نتيجة تأثر أو تداعيات الأزمات العالمية الحالية. وأعتقد أن مصر بالفعل يعني منذ أيام ويعني الأسبوع الماضي شهدنا افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر في محور الضبعة الذي بيعكس ان مصر يعني حققت طفرات حقيقيه وخطوات مهمه في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي، في اتجاه استخدام اعلى كل اشكال التكنولوجيا الحديثه فيما يتعلق بالري بالتنقيط وترشيد استهلاك المياه. واعتقد ان هذا يمثل فعلا بالفعل ارضيه مهمه للتعاون بين مصر وبولندا باعتبار ان العالم كله وليس مصر حقيقه تاثر سلبا بهذه التداعيات للازمات العالميه في مجال الامن الغذاء. واعتقد ان بولندا ايضا لديها تقنيات مهمه في هذا الامر في مطار الزراعه وفي اطار استخدام الامثل للمياه. واعتقد ان مصر حقيقه هي قدمت نموذج ليس فقط في مجال الزراعه ولكن ايضا في كل المجالات سواء في التوسع في الطاقه المتجدده في الاعتماد على مثل طاقه الشمس وطاقه الرياح وايضا في مجال ترشيد المياه والاستخدام الامثل للمياه ومعالجه المياه المياه الصرف الصحي وغيرها من الصرف الزراعي التي حققت تجربه مهمه الان الدول حقيقه تسعى الى الاستفاده منها وتوظيفها وتطبيقها في مجالات مختلفه. وهذا بيعكس ان هناك حقيقه ادراك حقيقي من جانب مصر وبولندا لاهميه التعاون في تعظيم هذا الجانب التكنولوجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه. واعتقد ان القمح يمثل احد اوجه التعاون المثالي بين الجانبين لما يمثل هذه السلع من أهمية كبيرة حقيقة سواء على مستوى الدولتين أو على المستوى العالمي. يضاف إلى ذلك تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات أيضا. نعم هذه أيضا مهمة لأن الأمن الغذائي وأمن شامل يشمل ليس فقط في إنتاج السلع الاستراتيجية ولكن أيضا في مجال إنتاج اللحوم في مجال الإنتاج الحيواني في مجال حتى إنتاج الأسماك. وأعتقد أن مصر يعني المشروعات الضخمة التي قامت بإنشائها وافتتاحها ويعني منتشره في كل انحاء مصر حقيقه يعني في كل ارجاء مصر بتعكس الرؤيه المصريه لتحقيق الامن الغذائي باعتبار انه جزء من الامن القومي لان الامن القومي هو ليس فقط الامن العسكري ولكن ايضا امن الغذاء امن لان هذا بيعكس اهميه كبيره في ظل ارتفاع اسعار الغذاء عالميا في ظل تاثر يعني امدادات السلع الغذائيه عالميا باندلاع الازمات وحتى يعني الازمات العسكريه او الجوائح مثل جائحه كورونا كلها بتعكس حقيقه ان 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 فكره نظريه التحدي والاستجابه ان هذه التاثيرات دفعت مصر الى الاستجابه عبر استراتيجيه واضحه عبر رؤيه كامله من خلال التوسع في هذه المشروعات في مجال الامن الغذائي ومن خلال توسيع وتعميق التعاون مع الدول المهمه في هذا المجال ومنها بالطبع بولندا التي يعني دوله زراعيه مهمه لديها ايضا تجارب مهمه في الانتاج الحيواني وفي الانتاج الزراعي. واعتقد ان هذه الزراعه تخرج بمخرجات مهمه في هذا المجال وتؤكد حقيقه على توجهات مصر وعلى استراتيجيتها ونجاحها في تحقيق الامن الغذائي باعتبارها انه يمثل الان صلب ومحور الامن القومي. المتابع يعني تاريخ العلاقات المصريه البولنديه يجد ان هناك تطورا ملحوظا ايضا في مجال التعاون في قطاع التعليم، يعني مؤخرا جامعات عين شمس وجامعه اسيوط حلوان جامعه سادس من اكتوبر من انشط الجامعات المصريه تقريبا في ملف تبادل البعثات التعليميه والتبادل الثقافي مع الجامعات البولنديه، دلالات ذلك في رايك؟ نعم يعني الجانب التعليمي والثقافي هو ايضا احد المحاور المهمه لانه مرتبط حقيقه بالعلاقات المصريه البولنديه التاريخيه وعلاقات قديمه، يعني هناك تعاون في مجال الثقافه في مجال التعاون كما انت اشرت كثير من الجامعات المصريه الان تحظى حقيقه ب يعني مصداقيه وسمعه عالميه مهمه، هناك يعني تعاون وبروتوكولات تعاون ثقافي بين الجانبين للاستفاده من التجربه المصريه ايضا في اطار تطوير التعليم، وكل هذا بدا له صدى دوليا حقيقه في مجال تطوير المشروع القومي لتطوير التعليم وتحويله من او اعتماده بشكل اساسي على الابتكار وعلى الفهم وعلى توظيف القدرات البشريه واخراج قدرات بشريه تناسب وسوق العمل، كل هذا حقيقه بدا يجذب ويمثل استقطاب لل التعاون ومع الدول الاخرى خاصه الدول مثل بولندا. واعتقد ان هذا التعاون الثقافي بيعكس حقيقه فكره شموليه العلاقات، يعني العلاقات دائما لا تنحصر فقط على الجانب السياسي او الاقتصادي او الامني وانما تشمل العلاقات ايضا في مجال الثقافي في مجال الاجتماعي في مجال حتى البرلماني في مجال ايضا التعليم. واعتقد ان هناك يعني تعاون كبير بين الجامعات المصريه والجامعات البولنديه
وهذا التعاون من شأنه أن يكون له انعكاسات وارتدادات إيجابية سواء فيما يتعلق بربطه بسوق العمل ومخرجات وتخريج يعني كوادر بشرية لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل والاعتماد على التكنولوجيا والاعتماد على الحرف المهنية، كلها بتعكس حقيقة حيوية وقوة وتطور وشمولية عمق هذه العلاقات المصرية البلندية التي شارت طفرة حقيقة رغم أنها تاريخية لكنها شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية، والذي انعكس فيه أن مجموعة فيشجراد جعلت يعني علاقاتها تعطي أولوية كبيرة لعلاقاتها مع مصر على كافة المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في غيرها من المجالات التي تعكس حقيقة وتؤكد دائما على أن مصر أصبحت الآن ما يسموها وجهة مهمة لكثير من دول العالم، ومنها بالطبع دول شرق أوروبا وبالطبع منها بولندا. أشكرك جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام.